تحت عنوان دور الإعلام والفن في بناء الوعي والارتقاء بالذوق العام، أقامت كلية الإعلام بجامعة الحديثة لتكنولوجيا والمعلومات فعاليات المؤتمر العلمي الخامس بحضور عدد من خبراء وأساتذة الإعلام. الإعلام المصري نجح في حربه في مواجهة الإرهاب، نجح في حربه ضد الفتنة الطائفية، نجح في تقديره للطفرة اللي حصلت الفترة اللي فاتت. الإعلام المصري قدر ان هو يواجه الفساد بكل قوة، وقدر ايضا يدي الناس امل في وقت الناس كانت محتاجة فيه امل بكل قوة، وينشر الامل دوت بشكل كبير في ربوع مصر. ركزت القيادة السياسية في مصر على بناء الوعي ودور الاعلام والفن في بناء الوعي. من هنا عملنا هذا المؤتمر، وتقدم فيه 26 بحث من باحثين وخبراء اعلام من الجامعات المصرية والعربية، عشان نشوف أين واقعنا الإعلامي والفني النهاردة، وإزاي يمكن تطويره كقوة ناعمة لمصر. ربما كانت هناك فترات مررنا بها أدت إلى بعض التذبذب في المنظومة القيمية والأخلاقية وقضايا الوعي وقضايا الانتماء. بدأنا بقوة، والحقيقة أنه في تنسيق عالي جدا بيتم بين الوزارات المعنية وبين كل المؤسسات المعنية في سبيل تحقيق الهدف المنشود اللي جميعا بنطمح ليه. مهم جدا تسليط الضوء على الكفاءات الفنية، الكفاءات العلمية، الكفاءات الرياضية، كل هذه الأمور بتساهم في الارتقاء بالذوق العام. فعاليات المؤتمر تتضمن 6 جلسات تناقش 26 بحثا وورقة قدمها خبراء وباحثون من مختلف كليات الإعلام في الجامعات المصرية والعربية، بالإضافة إلى إقامة حلقتين للنقاش عن الإعلام والفن بين حرية الإبداع وضوابط التنظيم وقوة مصر الناعمة إلى أين، بجانب تكريم بعض رموز الفن والإعلام المصري. لازم نجتمع ويكون في خطة، يعني الناس كلها يعني مجتمع وموافق عليها، على اساس ازاي ان احنا ننهض بجد بجد بالجيل الجديد في مصر. لما بنقدم الاعمال الجيده حتى على المستوى الدرامي والمستوى الثقافي بيقبل عليها الجمهور، لكن نقدمها ازاي وباي كيفيه ونبسطها ازاي وبشكل محبب جدا، فاكيد هتؤدي الى تاثير مهم جدا. المؤتمر يسعى لان يضع امام صناع القرار تشخيصا لواقع الاعلام والفن في بلادنا وكيفية إعادتهما للدور المنشود في حماية القيم والأخلاق والإسهام في بناء الوعي المجتمعي. من مصر، ياسمين جبريل.